بمنازلها إلا محب زايد أسسها واليوذن وراها داروا على الدانات سبع أبد إلا دار زايد لا تقرب حماها لا تقرب منازلها إلا محب زايد أسسها واليوذن وراها. حياكم الله مشاهدينا الكرام أوفياء برنامج لأهلي الاتحاد قصص النجاح على أرض دولة الإمارات لازالت متعددة وكثيرة. اليوم ضيفي هو الدكتور براء وردي أحد أخصائي طب الأسنان المتميزين داخل دولة الإمارات. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا فيكم. طبعا سعادة جدا بتواجد حضرتك معنا اليوم بالبرنامج. نعم وأنا بالأكثر كمان تواجدكم في العيادة تبعي. اليوم دكتور قصة نجاحك أيضا هي محور الحلقة. في البداية حابين أكثر نتعرف عن حضرتك, نتعرف عن البدايات, بداية دراسة هذا التخصص الدقيق وخاصة الأشخاص اللي ساهموا اليوم في صناعة قصة نجاحك. طبعا أهلا وسهلا فيكم أول شيء وسعيد بوجودكم معنا. أنا الدكتور براء وردي من سوريا بس طول عمري عايش بالإمارات ومتربي بالإمارات. طبعا بعد المرحلة العلمية بعد المدرسة حبيت أني فوت مجال طبي انه احب اعالج العالم بس بنفس الوقت انه في يكون فيها فن وفيها موهبه فحبيت انه فوت اخر شيء طب الاسنان والحمد لله قدرت فوت طب الاسنان وقدرت اتخرج وانجح بمجالي. الأشخاص اللي كانوا داعمين لك منذ البداية وكانوا دائما بيساهموا إنه تواصل بهالطريق وتتألق؟ هلا أكيد الأهل يعني أبي وأمي طبعا لهم فضل علي إنه ضلوا يدعموني وخاصة أبي بتعرف مصاريف الجامعة وكل شيء فالحمد لله قدرت أكمل دراستي والحمد لله هلا عم أشتغل بالعيادة ومبسوط أنا بمجالي. مجال طب الأسنان المجالات اللي تطورت جدا وخاصة دولة الإمارات قطاع الطبي والصحي عموما يشهد تطورات كبيرة وبنسق متسارع. خلينا اليوم نحكي أكثر قديش تغيرت نظرة إلى طب الأسنان, قديش صار في تدخل التكنولوجيا أيضا في طب الأسنان. طبعا التكنولوجيا ساهمت بشكل كبير بتغيير مجال طب الأسنان. طبعا الناس كانوا قبل يخافوا من طبيب الأسنان مثل ما بتعرفوا هلأ بالعكس صار الناس بتحب تروح على عيادات الأسنان بتحب تعمل ابتسامة. طبعا هي التكنولوجيا سهلت الإجراءات طبعا كتير الوقت صار في اختصار للوقت ما كان مثل قبل فالناس صاروا تغيرت نظرتهم لطب الأسنان صار والله يحب إنه يروح على دكتور أسنانها والله عملت هون الابتسامة ويجيب أهله ويجيب رفقاته لعند مثلا الطبيب فكل شيء ساهمت بتغيير كتير قصص يعني وإيجابيا يعني أكيد. أكيد دكتور اليوم طبيب الأسنان هذا الجانب المبدع اللي فيه بيخلي يختلف طبعا طبيب عن ثاني وبصمة الدكتور براء مختلفة. اليوم أغلبية الأشخاص دائما بيبحثوا عن الابتسامة المثالية بيبحثوا عن أسنان صحية بالأساس. من أكثر الحالات اللي لسه راسخة ببالك الأشخاص طبعا أشرفت على علاجهم؟ طبعا كثير عالم بتجي نفسيتها شوي صعبة لأنه مشان الابتسامة تبعه مشان ما بيقدروا يبتسموا قدام العالم وقت نغير هالشي وقت يشوف الريزلت وقت يشوف حاله ابتسامة جديدة بتغير تماما. طبعا بصير يحب يبتسم يصير يحب يعيش أكثر عرفت يعني شلون إنه يطلع يفوت ما يخجل من سنانه فإنه كثير بتغير نفسية المريض هاي القصة. دكتور اليوم حضرتك يعني من خلال هاي الخبرة بالمجال أكيد في طموحات مستقبلية وتشوف طب الأسنان عم يتطور أكثر وأكثر وممكن أيضا بتكون عندك بصمة ولمسات للمستقبل, وين بتطمح اليوم بمسيرتك المهنية؟ طبعا أول شيء يكون لي اسم يصير معروف أمام العالم. طبعا أنه أكيد يتوسع الواحد يتوسع يصير عنده أكثر من فرع مثلا ويصير اسمه دراية على العالم يعني الناس بيعرفوا باسمه أنه هذا الدكتور والله شغله حلو شغله شاطر بالشغل أكيد يعني هذا الشيء بطمح له يعني. طبعا نتمنى لكل النجاح وتوفيق دكتور براء. الكثير من الشباب اللي بيشوفوا بتجربتك رائدة بدولة الإمارات هذا البلد طبعا من خلال التمدرس فيه من خلال أنه تخرجت بالإمارات وأيضا مارست المهنة وقدرت أنه يكون عندك بصمة خاصة بدولة الإمارات, فرسالتك أو
نصائح ممكن تسوقها للشباب المقبلين على الحياة العملية اللي شوي هيك لسه ما زالت الخطوات الأولى ويكون فيها تحديات كثيرة؟ طبعا أول شيء لا تخافوا من الفشل، لازم تطمحوا للنجاح، وشوي شوي 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 بيبني الواحد حاله. لا تخافوا، أهم شيء تجربوا تجربة وتحطوا جهدكم بالشيء اللي أنتوا عندكم شغف فيه، وإن شاء الله بتكملوا بتنجحوا. الواحد شوي شغل بده يتعب حاله شوي، وإن شاء الله آخر شيء بينجح يعني. دكتور، من خلال برنامجنا المساحة الخاصة لحضرتك نقدم رسالة لدولة الإمارات، هذا البلد اللي شهد أيضا نجاحك، ولقادة وشيوخ دولة الإمارات. أكيد طبعا نحب نتشكر كل شيوخ الإمارات، نحن طول عمرنا عايشين ومتربين هون وسهلوا لنا كل شيء. القطاع الصحي صار توسع كثير بالمجال، والحمد لله نحن صار عندنا فرصة ندخل بهالمجال وننجح فيه طبعا بفضل الشيوخ وبفضل دولة الإمارات، والحمد لله يعني قدرنا ننجح بهالمجال. شكرا دكتور براء وردي، سعداء جدا بتواجدك معنا اليوم، تمنياتنا بمزيد من النجاحات لك. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا فيكم. شكرا مشاهدينا الكرام، نصل اليوم إلى نهاية حلقتنا من برنامج لآلي الاتحاد، تابعونا الأسبوع القادم، دمتم في أمان الله.